السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة سريعة إلى فيلة باور. Let's go يا جماعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. المحزم وقت الشدايد ما له إلا ابن عمه. أقسم بالله يا جماعة الخير الإنسان هذا يعني الآن ممكن قبل خمس دقائق كلمته قلت رايح المطار قال لي يلا انزل. فالإنسان هذا دائما معايا والله شكرا بيوسف. طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعة الخير مكة ما فيها مطار، فإحنا المكة مظلومين مرة. لما نبغى نسافر لازم نروح جدة أو نروح الطائف، أقرب مطارين بالنسبة لنا. وش يسوي لك؟ أرقص لك مثلا؟ طبعا من اللحظات التاريخية يا جماعة، واصل قبل الرحلة بساعة تقريبا. يا جماعة أغرب شيء في الحياة قسما بالله العظيم إن المطار فاضي. المطار فاضي حرفيا يا جماعة، ما في أحد. ايوه طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا يا جماعه الخير بحكم انه باقي وقت على الرحله بقول لكم قصه بسيطه ما راح تستفيدون منها. يلا السلام عليكم. اللي استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ ممر السعاده. لربط الحزام ادخل النهايتين المعدنيتين في بيت الاخرين في وضع اقنعتهم. الله اكبر الله أكبر الله أكبر. وصلنا الرياض والحمد لله على السلامة. أنا أهم عندي يا جماعة الخير سبل الرفاهية وسبل الراحة. لازم ليه ما في هذا؟ أعطني هذا يا شيخ مدير. يبغى هذا ما يبغى هذا. تستاهل انت؟ لا جد يعني ايش فيك؟ يلا عاد الشكوى لله، بغينا هالموتر الطيب لكن خلاص. تجينا الان الفندق يو كتاب والله العظيم واصل. The next day. طبعا يا جماعة الخير وصلنا للمكان اللي ضربنا مسافات علشانه. يلا ايش اسمه وصفك للمكان ده يا ابو حميد؟ قطعة اخر الدنيا. وما يدخلونك البوابة إلا بالموت. يعني تفضل الآن يعني تفضل ساد على وياي أنت تفضل يعني تفضل. والله إيش السالفة قسما بالله. وصلنا فيلة باور. بسم الله. أوه هنا النادي بالضبط. إيه النادي هنا. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حي الله. ترابط والله واضح مره واضح. نورين نورين. عبد الله سلام. ها شلونكم؟ شو عندكم؟ دقيقة ما شاء الله تبارك الله. منور والله يا علو عشني مره الكلب ذا. شلونكم؟ ايش رايكم؟ اخباركم؟ اموركم طيبة؟ حياكم الله. شلون عنك؟ نورين. الله يحييك. يلا يلا يلا. عبد الله سلام. الله يسلمك. مباراة مين ومين؟ ترك العمر ضد ذا، وبعد في مباراة مساعد برضه. يلا نرجع لكم مباراة مساعد، تعال خلنا نسلم. يلا بالتوفيق. يلا السلام عليكم. هلا هلا والله. شيخ. هلا بالشيخ. هلا. طيبين. هلا باليوتيوبر. هلا. الشيخ الكبير هذا هذا. طيب. هلا. هذا حب حظك الدنيا. طيب. امورك الصحة. شو مسوي؟ مبارك يا كحي. وش عدينا ضحكه بالله تكفى. هذا اليوتيوبر ايش السيف مولع الدنيا ترى. فلوق يا عمري الفلوق. فلوق يا رحله تجي للرياض. خلاص وجوهكم تجيب مشاهدات ما يحتاج ترى مره التمنيل على طول. كنت داري من ايش الخيانه الصرع السنين الحين داهم الشباب واحد واحد. شوف الوجه بس. شوف صورته. الله مقفل. لا هو حاط صورته على كل الغرف. هذا ايش صار ها؟ ابراهيم هذه الغرفه كانت بتكون لي في حال نقلت الفيلم. تمام بس انت ما بس انا فكرك عارف ما تحس شيء؟ لو كنت احس انه حنلقى حضاره استقبال مجنطين مره. والله ابو حمد السلام عليكم. يا مرحبا يا كيف؟ كل حظوظ اخبارك؟ طيبين ليه ما خربنا عليك الفيلم؟ لا ما في تصوير صحيح. اوكي السلام عليكم. اهلا وسهلا. تمام يا الله كيف حالك؟ كيف طيب؟ انا هذا اطلقت عليه لقب. ما شاء
الوجه الصبوح. اي والله يا والله يا اخي وجهه سمح كذا تسك. والله العظيم بينكم شبه قسم بالله اسعد مقوله قلتها حبيبي. يا وترني والله وترني من جد ترى. اخذت دورك والله هنا يا ابو. تعال يا عيال روح هو اللي يمسك كاميرا وقعد يلفلف هالمره خلاص اخذت الدور عليك. اخذوا نفس الكاميرا بنفس الكاميرا. طيب توقع من انا انت سلطان ارشون شو العرب يزرها ابراهيم كاميرتي العرق طق خلاص ما اقدر اتحمل لازم. السلام عليكم. قبل شويه احمد تحداني اني اطب في المسبح ويعطيني 20,000. بعد كذا يا خالد ايش قال؟ بعدين ايش قال؟ قال 20,000 إيراني تتحداني ما أردها فيه؟ والله لا أدفه. تعطي نفس والله لا أدفه. لا تيجي حلافة وش ناخذ صورة تمنيل تمام. فترى ترى خلاص أنا شخصنت الموضوع يا جماعة الخير. أنا شخصنت الموضوع. تخيلوا بعد ما طبيت قال لي 20,000 إيراني. أوكي تمام. أمسك الكاميرا. أيوة. تعال شوف إيش زوفة أحمد. شو رأيك؟ إيش الفكرة؟ إيش؟ قلت لك والله. قلت له بس واخذ صورة تمنيل كأنك تيجي تعني. أوكي تمام. أقول له خصورة تمنيل. تدفني على اساس اخذ التمنيه. ادفاك؟ ايوه تدفني على اساس اخذ التمنيه حق ال تبي تشيلني ولا بس ابغى اخذ صوره انا التمنيه بس. طيب بسم الله. القم القم يب القم شقيت التيشيرت والله لا القمك يا اخي القم الله ياخذك. بس تعرف شيء؟ انا من زمان امنيتي اسبح في مسبح باور وهذه اول مره اسبح. امنيتي اذبحك. الله يخليك. أجل بس كيف الخطة؟ ترى أعرف يجيب راسه ولا يقدر يجيبني ترى دائما كده لا والله ما أخليك والله دائما أفوز عليه في الكريم. أقولك شيء تدري عشانك جبت العيد لأي درجة؟ يا ساتر دايم سيارة واحدة. بس أنا اللي مستأجر السيارة. طيب بايب سيارة واحدة. والله صح ما تروح. والله كل حالتين أنا خسران. والله ما تروح والله ما تروح. اسمع عندكم غرفة فاضية فوق تكفى انا مو معاكم بس اليوم. تعال حياك. القم القم اللي من شفه ما تسال. والله صار قلت. تعال تعال براد بزر بزر يشقوا هذا. اسمع 2014 اسمع اباك اوكي طيب اباك تحكم بيني وبينه. قال لي نط واعطيك 20,000. بعد ما نطيت قال لي 20,000 إيراني. من حقي ولا مو من حقي؟ حددتها قلت سعودي. بس ايش رايك في المنطق ايش يجي؟ طيب بالمنطق ايش يجي؟ ترى تدري انه انت اصلا تسمع منه اكثر بس تعال ابغى اشوف الكاميرا. يا ساتر بالله تكفر مين؟ لا 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 الحين انت الفترة الأخيرة قاعد تنزل محتوى مصارع كثير صح؟ ايه في الواقع محتوى مصارع جدا. انت كم منه؟ أتحداك أتحداك والله برد. روح شيله طفيه. يتعور والله يتعور من الصوت حقها. لا تهجم لي قسم بالله. تدري ما كان من زمان ترى كان بيسحب لا 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 في اشخاص انا ما اثق فيهم ما حنيت ابو حميد ايش كوره ايه خلنا ماجي اتحاد والله يا جماعه كان 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 حلمه انه يصير لاعب. واتوقع انا عندي احساس يا جماعه انه بيوم من الايام راح يصير لاعب. انا عندي احساس يا ابو احمد. احنا رايحين نلعب بادل مع العيال شباب باور.
هذول واضح انهم فاهمين مره واضح انهم فاهمين. يا عيال وحشني. شد حيلك ابو شاعر. كفو والله. والله كفو هذا كفيك. سيسيو ملك هنا كمان زي فيفا ولا خلاص لعبتي. كفو هاي 2-0. كفو جاسر كيف الوضع؟ زين نافسنا. كفو والله يا ابراهيم يا لدوم كسر راسك. كفو حط عليه انت. انا اسال هاي زياد كيف الوضع؟ بالله ايش رايك ابو حميد جاي من مكه ولا خلونا نلعب؟ كيف ايش رايك؟ والله الصراحه حقهم لانه احنا ما من يعني احنا دخلاء من جد والله. يا جماعه الخير دحين انا وابو شو ضد فريق البطاطس. هذا البطاطس هذول اللي فازوا عليكم. طال العسر الحين اودي يا عيال. الله ما في اي مستوى. الله عمري ابو شو عمري. يلا ابراهيم حلوه. يا سلام يا حمار. غبي جول. هدية العالمين يا جماعة. والله العظيم هذه جول حبيبي عليك. انتظر الكرة تيجي عند راكان يرمي عليها. دخلت جوا يا عمي. الخير تفضل وشاي ترازين. تفضل الله يقدرنا على فعل الخير. ترازين 15 انا حكم والله انا حكم. احلف العيشة الطيبة والوجه الطيب. الطيبة كيف ما شاء الله تبارك الله. لحم ايوه. اوكي اللي بعده برياني دجاج والله واضح مني. والله اشوف يدك واضح. والله واضح. اوكي ما شاء الله تبارك بطاطس بالكوسة بالباذنجان بالبشاميل. سلمك الله. تسوي كذا ايوه تسوي كذا بالاصبعين. سلمك الله وهوب بالعافية ان شاء الله. عادي ترى يقول لك كالسيوم. اوكي ابو شو قاعد اكل سلطه انا ها. والله ما في سلطه قسم بالله بالموضوع. سلام هلا سلطه هنا. وشفنا تلمع زوي. من كثر ما حلبنا مقطع من كثر ما حلبنا مسبح ايش ضربنا سمك والله قسم بالله. ثلج ومقطع في قناه فارس. أجلدك يا ابراهيم. فارس ايش اسمك؟ زياد. ترى انا مدير عليك وباكسر عينك هنا كذا. لا ثاني ايش حسيت ترى يا جماعه البلوج هذا عادي الان بس بعد 10 سنوات راح يكون له قيمه انه ودعني الشباب وكذا. اكيد ايش تتوقع مستقبلك بعد 10 سنوات؟ نوح جالس هنا مكانه. والله صدق ايوه اتوقع انه موجود باليوتيوب الى الان. انت؟ ايه. وانت؟ لاعب محترف؟ لا صانع محترف. وانت؟ من الدوري المخلف سحب. اوكي وانت؟ ثاني باذن الله. زومبي عنده عيال. نحضن الكاميرا ولا نحضن ايش؟ اسمع ابو حميد. هنا اوكي فارس. ابو حميد. الدار تطلب اهلها والله. اي والله اشتقت لمكه. بالنسبه شوف انا ما اشتقت لمكه لكن اشتقت للكارير والتصوير والامور. صحيح. لكن يلا ان شاء الله لنا نرجع قريب ان شاء الله. حبيبي السلام عليكم. الله كاني ما قلت ولا شيء. ما لي فايده في السالفه مره.